السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ آلاء عامر. النهاردة هنقدم مع بعض ضاني الشوكولاتة اللي احنا بنشتريه من بره، بطعم أحلى بكتير جدا من الجاهز. بجد طعمه حلو قوي، مكوناته بسيطة جدا، مش هتتخيلوا ان هو بالسهولة دي. هنشوف مع بعض الطريقة والمقادير. دلوقتي المقادير عندي بسيطة جدا، عندي كيلو من اللبن انا غالياه طبعا عادي خالص، وده باكو كريم كراميل اللي هو من دريم، ده كريم كراميل عادي بالفانيليا لان في منه بالشوكولاته، حابين تضيفوا ده اوكي، حابين تستخدموا ده اوكي برضو. انا هستخدم هنا الفانيليا عادي خالص لان انا حابه اتحكم في طعم الشوكولاته. ده الباكو، العلبه دي فيها باكوين اهم، وطبعا فيهم باكوين من الكراميل. انا مش هستخدم الكراميل اهو، كيسين الكراميل دول انا مش هستخدمهم نهائي خالص في الوصفة دي، فطبعا هشيلهم لأي استخدام تاني خالص. انا دلوقتي مش محتاجاهم فهشيلهم على جنب، وهستخدم باكوين الكريم كراميل زي ما اتفقنا اهو، وكمان معلقتين من الكريم شانتيه الباودر الخام مش المحلى، نص كوباية سكر. طبعا السكر ده هيبقى على حسب الرغبة، كل ما نخلص الخطوات ندوق خالص وهنحس بطعمه، اذا كان محتاج سكر هنضيف، مش محتاج خلاص. عندي هنا شوكولاته خام هاخد منها جزء، طبعا مش هاخد منها كل الكميه دي. هنشوف مع بعض دلوقتي الطريقه هتبقى سهله جدا. انا دلوقتي جهزت الحل على البوتاجاز بس ما فتحتش النار طبعا عليها، هبدا اضيف لها البواكي بتاعه الكريم كراميل لانها لازم تتضاف واللبن بارد مش سخن خالص. انا هضيف اول باكو اهو، وهضيف الباكو التاني كمان، وطبعا اللبن بارد خالص مش سخن، فهبدأ اقلب البودر ده مع اللبن لحد ما البودر يدوب خالص، بعد كده هبدأ افتح النار. خلاص البودرة دابت معايا تماما جوه اللبن، هبدأ افتح النار على الحلة. نقمل اللبن على النار ويبدأ الكريم كراميل اللي انا عملته ده يبدأ يزيد في قوامه، هبدأ اضيف بقية المكونات لان هو مش هياخد وقت خالص على النار، يدوب هيبدأ يغلي والقوام يتقل هطفي عليه، بس لازم اكون ضفت عليه بقية المكونات اللي عندي عشان اعمل الدونات. هضيف هنا معلقتين الكريم شانتيه الباودر الخام اللي احنا اتفقنا عليهم اللي احنا قلناهم في المقادير، نص كوباية السكر، هحط نقطة فانيليا صغيرة خالص، هي مش ضرورية بس زيادة نكهة مش اكتر. هقلب الخليط ده كويس قوي، ابدأ اضيف له مكعبين كبار من الشوكولاتة الخام زي ما انتوا شايفين كده، بحالهم هما هيبدأوا يدوبوا مع سخونة الخليط، وطبعا على حسب درجة اللون بتاع الشوكولاتة هيطلع لي لون الخليط غامق او فاتح، فلون الشوكولاته دي حاجه في ايديا انا اقدر ازودها واقدر اقللها من كميه الشوكولاته او من درجه غمقان الشوكولاته. انا الشوكولاته عندي ذابت خالص وكل الخليط دخل في بعضه، بس انا دعما للون هضيف كمان مكعب من الشوكولاته، وهضيف كمان معلقه كبيره من الكاكاو الخام الباودر، مكعب كمان من الشوكولاته اهو، هيدوب بسهوله جدا ما بياخدش اي وقت خالص. وهحط معلقه كبيره من الكاكاو الخام الباودر زي ما اتفقنا، هضيفها على الخليط عشان تدعم لي اللون والطعم كمان. كل الخليط ده طبعا قبل ما اصبه في القوالب او كاسات التقديم هكون مصفياه كويس قوي عشان مفيش حاجه الاقيها مكلكعه جوه الخليط ويكون كله متجانس. زي ما انتوا شايفين الخليط هيبدا يغلي اهو. عايز اقول لكم انا دقت السكر بتاعه، السكر بتاعه مظبوط جدا كده، نص كوبايه السكر حلته حلو جدا لان الكريم كراميل الباودر فيه سكر برضو، ف والشوكولاته الخام برضو فيها نسبه سكر، فما نزودش او ما نفرطش في كميه السكر اللي هنضيفها عشان ما يطلعش محلي بزياده. خلاص هو كده غلى معايا، هبدا اطفي عليه واصبه على طول في الكاسات زي ما هو كده وهو سخن، بس لازم اصفيه الاول. هبدا اصفي الخليط معاكم. اهو الخليط اتصفى معانا، خطوة التصفية دي مهمة جدا، اهم حاجة بس ان احنا كمان نصبه بسرعة جدا لان هو بيجمد وبيمسك وهو سخن، عشان بس ياخد شكل القوالب وما ياخدش معايا شكل جوه البولة اللي انا حاطاه فيها.
زي ما انت شايفين كده بدأ يعمل وش. اكواب الدانيت خلصت معايا اهي، انا خلاص صبيتها. طبعا هي سخنة فلازم اسيبها تبرد بره التلاجة، بعد كده ادخلها التلاجة تسقع وتمسك نفسها. ده يكون الدانيت بتاعنا جاهز، وبعد ما طلع من التلاجة بقى بالمنظر ده زوقناه بأي حاجة عندنا. حطيت معايا جالاكسي فلوتس ومن البولز الصغيرة دي، بتتباع عند أي عطار بأي لون، بيبقى شكلها حلو جدا للتزيين. يا رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم والطريقة كمان عجبتكم. عايزة أوريكم قوام الدانيت من جوه. بصوا الدانيت عامل ازاي، القوام بتاعه حلو قوي. بصوا ماسك نفسه، ما بجد تحفة، احلى كتير من الجاهز. الطعم كمان رائع جدا جدا. اتمنى ان هو يعجبكم والطريقة تجربوها. كنت معكم آلاء عامر من مطبخي.